الفيديو هذه كان صورها من عمان الأردن العاصمة المطار مع 2 الصباح وعندي الطيارة إن شاء الله مع 4 الصباح. جيت الأردن هذه تلقيت 3 أيام وليدي اللي ولات هي ما نعسش فيها حيت كان عندي الطيارة مع 2 الصباح دونك ليدي ولا ما نعسش ودابا الليلة بعد أخرى هي ما نعسش هادشي علاش الحالة ديالي دايرة بحال هكايا ودونك ندور واحد الخطيرة ديالي بما انني في المطار مع 2 الصباح ما عندي ما ندير ندون واحد الخطيره وندير واحد الموضوع اللي بالنسبه لي مهم بزاف هو انه حيت نداء الاخير قبل كان واحد النداء الاخير للبصره سمعت البصره وقلت this is interesting. الخطيره ديال الفيديو هذه هو انه حيت هذه السفر حيت خططت لها هذه وقالت 6 شهور في سبتمبر وحيت خططت لها هاد 5 اللي كان اللي فاتوا كلهم كان عندي فيهم شي حاجه كلهم كان عندي فيهم تقريبا شي سفريه وقت معناتها راه نكون عييت راه خصني نرتاح شويه وفعلا حيت بعيد حيت دغيت يومين ما نعسش ولكن كنت تقول لي علاش كاين يقول لي علاش حمق راسك وانا نقدر نسول راسي هذا السؤال هذا علاش ما نرتاحش علاش تحمق راسك علاش دير بحال هكايا والهدف هو وزعما شنو هو الجواب هو تو هاف ان انترستين لايف الجواب هو انا باش تكون واحد باش نعيش واحد الحياه اللي تكون اللي انترستد لايف يعني واحد الحياه اللي فيها بزاف ديال القصص واحد الحياه اللي مثير للاهتمام فيها بزاف ديال الاكتيفيتيز هذا هو علاش حيت نقول بزاف ديال الاكتيفيتيز ماشي بالضروره فيزيكال اكتيفيتيز يعني فيها بزاف الحياه فيها بزاف ديال القصص وواحد الشخص اللي بالنسبه لي عنده اكثر حياه مثيره للاهتمام اكثر حياه انترستين هي حياه ديال الرسول عليه الصلاه والسلام تو في الصغر ديالو ما كان بطبيعه الحال بحكم الخدمه ديالو اللي كان تاجر ومن بعد كان بحال ماناجر ديال واحد القافله ديال التجاره كان تيسافر بزاف ديال البلايص و بار السفر كان تيهايكي كل 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 في كل سيمانه كان تيطلع لغار حراء دونك عندي واحد الهايك في الجبل وكان حافظ بزاف ديال القصائد الشعريه وكان حتى نقول انترستي لايف ماشي بالضروره السفر يعني بحال بزاف ديال الاهتمامات بحال مثلا انترستي لايف انا نقرا جميع الروايات ديال دوستويفسكي انا نتعلم واحد اللغه جديده انا تكون عندي سلطه كحله في واحد الرياضه انني مثلا تندير واحد الماراثون الناس اللي كيعجبهم الماراثون انا بطبيعه الحال ماشي با انترستي بالماراثون مثلا نقدر ندير 100 تراكسيون ولا 200 تراكسيون سكسيسيف نقدر مثلا ندير 300 بوش اب ولا بول اب هادو بحال هكا بالنسبه لي حيت انترستي يعني فيها بزاف ديال حالتي والحياه انترستين ماشي بالضروره كيما قلت غير مثلا هذا الدومين ديال السفر حيت بطبيعه الحال هذا واحد الدومين ما بين بزاف ديال لي دومين يعني انترستين لايف حيت فيها بزاف ديال المجالات مثلا السفر مثلا القرايه مثلا العلاقات مثلا الخدمه كيما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم كان انتربرونور من بعد كان ماناجر من بعد ولا قائد ديال واحد المنطقه وواحد الصحابي واحد اخر اللي تو بالنسبه لي عندهم احسن very interesting life هو سلمان الفارسي رضي الله عنه واحد الصحابي اللي جميل وشنو القصه ديالو بطبيعه الحال ما غاديش نعاود القصه ديالو هنا حيت القصه طويله ولكن كنصح اي واحد انه يمشي يقرا على سلمان الفارسي وانه تولد هو في بلاد فارس اسمه الفارسي وكان واحد العائله غنيه وكان ما كان خاصو والو واحد الوقيته شنو دار حس بانه ناقصه شي حاجه كوتي سبيريتويال وشنو دار مشى سمح داكشي كامل ومشى كيسافر المهم بلاصه لبلاصه ما خلى ما دوز بزاف ديال القصص هادو القصص ما بالنسبه ليا بحال شي مثير ان فيري انتريستين حتى من بعد جا لما عرف بان راه كاين رسول اخر الزمان ومشى عنده وسلم وسلم الفارسي وسلم الفارسي علاش قلت القصه هادي حيت الرسول عليه السلام من بعد عائشه رضي الله عنها اللي هي الزوجه ديال الرسول عليه السلام كانت تقول راه كنا كنتنافسوا مع سلم الفارسي باش ندوزوا الليالي مع الرسول عليه السلام حيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعجبو انا قلت مع سلمان الفارسي عنده بزاف ديال القصص انت قلت معاه تيجي تعاود ليا القصص ديال السفريات ديالو وديال المغامرات ديالو يعني بحال تي الرسول صلى الله عليه وسلم بطبيعه الحال عنده اكثر حياه مثيره للاهتمام اكثر ذا موست انترستين لايف في البشريه ولكن واخا كان كيعجبو الناس اللي عندهم بحال هكا فيري انترستين لايف كيما قلت انترستين لايف ماشي السفر حيت فريمون بحال تي تادي واحد الميسكامشن السفر بطبيعه الحال السفر فيه فيري عندي واحد حتى هي واحد البلوك ولكن كيما قلت كاين بزاف ديال البلوك مثلا الانسان مثلا يقرا كاع طولستوي كاع دوستويفسكي واحد الشخص مثلا يمشي يتعلم واحد الرياضه جديده يمشي هايكل هيمالايا يمشي هايكل جبل طوبقال
طبعا هل واحد تجرب واحد اخر اللي واحد اكسبيرينس واحد اخر اللي بالنسبه لي هذا الموسم الفلاني يعني انا مثلا يتزوج ويدير العائله ويولد هذه بطبيعه الحال هي لابوجي. انه الانسان مثلا يمشي يدير العمره، انه مثلا الانسان يمشي يحج، انه الانسان المهم this is the interesting life. بحال كاين فيها بزاف ديال القصص. وهذا الشيء علاش ماشي مشكل انا مثلا ما نعسش واحد جوج يومين، ماشي مشكل مثلا غادي ندوز وسط السيمانه ديال الخدمه شويه عيان. علاش to have an interesting life. دونك كازا دي كانت خطيره، ندير هذه الفيديو هذه من عمان، ما نطولش عليكم. See you.